وعندك منه بالبيت. شو اسم عاصمة السنغال؟ عندك منه بالبيت، جاوبي. عرفتها، طنجرة البخار. اسم عاصمة السنغال طنجرة البخار؟ مش لك كيف تطير البخار اللي براسك هلا؟ فكري يا بنتي، فكري فكري وجاوبي. استاذ الله بخليك، هين لي السؤال شوي مثل ما هينت لهم اياه لالهم. طيب هين لك السؤال، بس فكري وجاوبي. ها؟ ايه. يعني بيختولي جوزي فرع من الاسم. ايه؟ وشو خص جوزي بالعاصمة؟ ما عادة يعني هو اسم العاصمة بيطلقوه على 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 الرجال عادة، عرفتي كيف؟ ايه. شو اسم عاصمة السنغال؟ عبد الله. بك عبد الله اسم عاصمة السنغال؟ وجوزي اسمه عبد الله. لك شو خص عبد الله بالسنغال؟ راجع مش رح يكف عن نفسك، عن جد نفسك. انا سكتي بقى. تعلمينا شو عاصمة السنغال اسمها ذكر. يا ذكر يا شهين ياي. وليه ما حفظتيها وقلتيها؟ استحيت. عجب 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 بس عجب. بيرو. نعم. عم بسألك أسماء خمس بلاد، بدك تقلي شو هي أهم إنتاجاتها المحلية ومشهورة فيها. إيه. عارف السؤال كيف؟ إيه؟ إيه. الخليج. بترول. برافو، زقفولو. إلك عندي سوسات. إيه. برافو. مصر. 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 رقصات. رقصات من اهم انتاجات مصر؟ ايه والفنانين. والفنانين؟ ايه. لا يا حبيبي غلط. القطن. القطن يعتبر من اهم الانتاجات في مصر. قطن من مصر. القطن. ايه؟ ايه. اليابان. بنات الجيشة. بنات الجيشة من اهم انتاجات اليابان؟ من الجيشة لا. الالكترونيات. الاشياء الالكترونيات. ترانزستور يا ترانزستور. ايطاليا. ايه هذه بعرفها، هذه بعرفها. برافو. بعدين بتعرفها اولى. المعكروني وصوفيا لورين. صوفيا لورين؟ هيدا اللي شاغل بالك انت بس؟ هيدا اللي شاغل بالك؟ طيب طيب انا بدي اسالك سؤال. تفضل اسال. لبنان شو اهم انتاجه المزدحم؟ ولو التفاح. غلط، سرقة السيارات. قعدوا محلاتكم، قعدوا محلاتكم. كلكم افتحوا كتب كلها شو؟ افتحوا كتب. انت افتح الكتاب بالاول. افتح كتابك انت لشو؟ انت افتح. تو على الصف. مين فخخني؟ مين فخخني؟ انت فخخني؟ ما انت متفخخة، انت متفشلة متنقلة. فخختوني وانا اللي من فضلك. من فضلك. نعم. قلتي لي قلي من فضلك. عم قلك من فضلك. بيظهر ما عرفتني. لا لا ما تشرفت بالمعرفة مدام. أنا أمه ليوسف. أمه ليوسف؟ أهلين، كيفك مدام؟ كيف صحتك؟ كيف يوسف؟ منيح يوسف؟ طيب يوسف هو ولا مسافر بالأيام؟ مين يوسف؟ ابنك. ابني يوسف عم بيتعلم عندكم هون بالمدرسة. يوسف دلوعة. هو بزيته. لك اهلا اهلا بالدلوعة. يا شو حربوه. ليه ما قلتي لي من الاول انه حضرتك امه ليوسف مدام؟ بردون ليه؟ يعني كنت من الاول يعني عرفتي كيف؟ اذا غاب بعطيه 10/10، اذا غلط بالدراسة بعطيه 10/10. لهالدرجة؟ طبعا اللي عنده هيك ام لازم ياخد 10/10. يا نوسي. استاذ ابراهيم. نعم. بس تخلص صفك ما تنسى توصلني على البيت. عراسي عراسي. تعرفتوا على بعض؟ حضرتها مدام جيزال امه ليوسف دلوعة. مش معقول كمان اسمها جيزال؟ مش معقول. وليه مستغرب دخلها؟ لانه اسمها بيذكرني ب بالدي اللي ولدت عقيدة. كيف؟ يعني
روح على صفك هلا. مدام تفضلي تدلك على اوضه الناظره. عند اذنك يا ابراهيم. ياي اسمك شو موسي. تفضلي مدام حدث الناظره مشغوله. تفضلي. بتغار هالنور. بتحبني بتحبني. ولو ولو دقي على الباب على القليلة. نقستك؟ الو الو، ليش انا بس اللي نقزت؟ التليفون نقز وانقطع الخط. حضرتها حضرت الناظرة ست ظريفة مدام جيزيل امه ليوسف دلوعة. اهلين مدام. اهلين اهلين، شرفنا ست ظريفة. اهلين، تفضلي ارتاحي. ميرسي. ست ظريفة، انا امبارح طلبت من التلاميذ انه يجيبوا اهلهم معهم اليوم، فمدام جيزيل شرفتنا بناء لطلبي. ونعم الطلب. اهلين مدام. اهلا وسهلا فيك. بتعرفي مدام، عادة اللقاء بين إدارة المدرسة وأهالي الطلاب هيدا شيء ضروري جدا، خاصة وأنه طلابنا الأحباء بحاجة ماسة إلى رعاية واهتمام كبير. وأنا شو المطلوب مني؟ المطلوب مدام جيزيل انه حضرتك وحضره ابوه يعني بالبيت من مال ونحن من مال بالمدرسه، هيك نتساعد سوا وبيطلع الطالب مستفيد اكثر. ما تواخذيني من منظر الهند، انا لو كان عندي وقت بالبيت ما وديته على المدرسه. بس بصراحه مدام، ابنك راسه مسكر على الرقص والبارتي والغنج. بيظهر مدلعينه يعني زياده عن اللزوم. الحق على بيو، ضل يدلعوا لنزعوا. طيب وحضرتك ليش ما بتهتمي فيه وبتنبهيه؟ ما انا كمان ما عندي وقت. ليك اشتغلي؟ لا، بلعب 14. وين وين؟ وال 14 بدها تفرغ كل النهار يعني؟ شو كل النهار؟ اوقات البارتيتا ما بتخلص لنص ليل. ايه ما حق. طيب وبيو وين؟ مسافر؟ لا، بيو هون بس عايش لوحده. يعني منفصلين. بتعرفي بصراحة من مازال هند، من وقت ما تجوزنا وهو ما بيفكر لا فيي ولا ببيته ولا بولاده، ما بيفكر إلا بشغله وبس. وشو بيشتغل؟ عنده سرك القمار. والنعم والنعم، يعطيه العافية. مشان هيك الصبي مش قادر يركز وراح يطلع ولا راح يطلع منه علم. طيب وليش انتو ما بتعلموا؟ مدام جيزيل المدرسة بحاجة لطالب يقدر يستوعب العلم، يعني مش مثل ابني بتسألي عن أفلاطون بجاوبك عن ترافولتا. صح. بعدين مدام، الطالب بحاجة لانتباه بالبيت كمان مش بس من المعلمة وبالمدرسة. شو يعني؟ يعني بينك وبين بيو طالع المعتر مصطوق مثل بيو. ما نحن مش على هيك انفصلنا. مدام يعني انا بدي اقول لك شيء، وانا جدا سوري، انا بطلب انك تشيلي هالولد من المدرسه لانه كل قرش عم تحطي عليه عم بيروح هيك دعاء. بس انا عندي فكره ثانيه. شو هي؟ كنت عم فكر اني اجيب له استاذ يعطيه دروس خصوصيه بالبيت. فكره عظيمه، برافو. بقى شو رايك انت ست ظريفه اذا بتلاقي لي شي استاذ كويس يجي يساعد لي هالصبي بالبيت شوي؟ موجود موجود مدام، في عنا الاستاذ ابراهيم، مؤدب وادمي وبعدين قد ما بتعطيه ما بيسال. طيب ليش ابراهيم؟ لأن المدام طلبت استاذ ما طلبت معلمة. لو طلبت معلمة كنت بعتك لالك. لا 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 لا، أنا ما بدي معلمة، بدي معلم لأنه الصبي مهروب وإذا شاف المعلمة بده ينهرق أكثر. لا 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 مدام، ما بدنا نهرق أبدا، كوني مطمئنة. هلا أنا رح بحكي الأستاذ إبراهيم بيتفق مع يوسف وبيروح معه اليوم يبلش له بالدرس. ولو يا ست ظريف اليوم. ليش شو في اليوم؟ اليوم خطبة. الخطبة عشية،
اوكي مدام اتفقنا، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. ميرسي. الله معك. ميرسي. تكرمي مدام. اوروار. اوروار. اوروار مدام. مادموزيل منفرد.